ملكة جمال المغرب بتتطاول على سيدات مصر، يا ترى ايه الحكاية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ترند، قناة الأخبار العاجل والمنوعات. ولو عجبكم الفيديو ياريت فضلا وليس أمرا تبعتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. ملكة جمال المغرب بتتطاول على سيدات مصر، ردود أفعال غاضبة شنه رواد التواصل الاجتماعي على ملكة جمال المغرب ابتسام ممني، إلى التي وجهت إساءات لسيدات مصر، ودوت بعد إيقاف حفل المطرب المغربي سعد المجرد في مصر بعد اتهامه في عدة قضايا اغتصاب بالعاصمة الفرنسية باريس. وكتبت ابتسام عبر قصيدة الأسطوري على صفحتها في الانستجرام: يعني انتوا مفكرين الفنان سعد المجرد راح ينزل في الحفل يتحرش ببناتكم وهما مثل الرجال؟ كما نشرت صورة عبر قصيدة الأسطوري للفنان الكبير أحمد عبد العزيز، وكتبت عليها: المصريات اللي هيتحرش بيهم سعد المجرد. بتعلق على صورة للفنان أحمد عبد العزيز وهو لابس لبس فرعوني، وكان الفنان احمد عبد العزيز شعره يعني طويل شويه كده بيطول كتافه، يعني مش طويل قوي، فهي بتشبهه يعني بستات مصر او بستات عاديه، فهي بتعيب عليه. طبعا كل ده من سوء الادب اللي عندها. وعلى مدار الايام القليله الماضيه شن جمهور السوشيال ميديا حملة كبيرة ضد الفنان سعد المجرد عقب إعلان إحدى الشركات عن تنظيم حفل له في مصر. ومع هذا الإعلان انتشرت العديد من التغريدات بشأن الاتهامات الموجهة للفنان المغربي وقضية الاغتصاب التي لا يزال التحقيق فيها جاري. وأمام هذا رأى المشاركون في الحملة الرافضة لقيام حفل سعد المجرد ضرورة إلغاء الحفل لحين البت قضائيا بالحكم فيها وحصوله على البراءة. وأنا عايزة أوجه كلمة لملكة المغرب، عايزة أقول لها إن الجمال مش بالشكل، أهم حاجة الأخلاق والأدب، ولو هي عندها أدب ما كانتش غلطت في أي حد، لا مصريات والغير مصريات. هقول يا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعايزه اقول لها ان المصريه ضفرها برقبتها، ايوه، لان المصريه ست محترمه بتحترم جوزها وبتحافظ على بيتها، وست مصليه وست يعني جدعه في وقت اللزوم، وميت راجل، وستات مصر يعني ما شاء الله عليهم منتهى الادب ومنتهى الاخلاق. فقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي النهاية يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.